مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة وبرنامجكم النادي العربي. برنامج النادي العربي يحتفي ويرحب بكل الإخوة العرب المقيمين هنا في مصر أو الموجودين في زيارة سريعة لمصر أم الدنيا. مشاهدينا، ضيف حلقتنا النهاردة أتى من بلد عربي شقيق يقع في قلب المنطقة العربية في غرب قارة آسيا. إنها بلد الحضارات القديمة قدم التاريخ، إنها بلد الشعراء والأدباء والفنانين. سماها العرب قديما بلاد الشام، بها أقدم المدن في العالم، هي مدينة دمشق، ويجري بها أعرق الأنهار نهر الفرات. هذا البلد يتميز بالطبيعة الخلابة في كل شبر من أراضيها. إنها سوريا الأبية، سوريا القوية، سوريا الشقيقة. وبيسعدنا يكون معنا في هذه الحلقة من برنامجكم النادي العربي ابن من أبناء هذا البلد العربي الشقيق، الفنان بدر رامي. أهلا بك معنا يا أستاذ بدر. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا على هالاستضافة الطيبة. شكرا لك عزيزتي المذيعة المحترمة المحبوبة رانيا. شكرا لمبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، شكرا للقناة المصرية، شكرا لمصر أم الدنيا حبيبتنا اللي استقبلتنا أحلى استقبال، ونحن بنتمنى لكم دوام العز والتقدم والاستقرار والازدهار إن شاء الله. بنشكرك يا أستاذ بدر. اسمحي لي ومنحيي مشاهدينا الأحباء يعني من هذا المنبر الطيب. حضرتك بقى عايزين كده نبدا معاك رحلتك من اولها. انا عارفه ان حضرتك طبعا من سوريا وبالتحديد من مدينه حلب، لكن الميلاد كان في المغرب، والنشاه ويعني نقول ايه الدراسه وكل حاجه كانت في المغرب. نرجع كده نقول، فكرنا بذكرياتك في مرحله الطفوله، تفتكر ايه؟ انا عشت طول عمري بالمغرب وبعتبر نفسي كمان مغربي يعني، وبحب اشقائنا واحبابنا واخواننا المغاربه زي ما بحب المصريين والسوريين والعرب كلهم طبعًا يعني طبعًا. لكن ما بنسى الانسان فضل البلد اللي عاش فيه واللي علمه واللي اكرمه. هذا ما بنسى لانني اصبحت مغربي الحمد لله. ولا انسى اصلي السوري من مدينه حلب. طبعا سوريا بلد الحضاره وبلد الفن، ما بفضل على بلدنا الحبيب المغرب وبلدنا مصر، لكن هي حقيقه كمان تاريخ. بفتخر بأصلي السوري وبفتخر بمدينتي أنه أنا من حلب. يا ستي، أنا ولدت بالمغرب بالدار البيضاء بكازابلانكا. هل ممكن أفكرك كده بواقع ساعة ميلاد حضرتك، أن أول صوت اخترق أذنك أو أدن لك في ودنك ساعة ميلادك هو الفنان السوري الكبير صباح فخري؟ يعني أول حاجة دخلت دماغ حضرتك وذهنك هي الصوت السوري الجبلي للفنان صباح فخري. هذا صحيح، وكان لي عظيم الشرف، وسبحان الله يعني كأنه كان نداء سماويا يعني عبر صوت الأستاذ صباح فخري، لأنه الأستاذ صباح فخري صوته يعني روحاني. فسبحان الله يعني ممكن نقول هنا كمان يعني أضيف معلومة إن نعم، هو كان صديق لجدك كان في أيام ما كانوا في حلب. في أيام حلب نعم. أكيد، وهو من جيل واحد يعني. وكان لما بجي للمغرب، لأنه جدي أنا موجود بالمغرب، هاجر من حلب للمغرب منذ عام 1957. وعاش طول عمره هناك، وطبعا ولد أولاده وأنا من بعد جيت طبعا. إلى آخره هاي القصة. كلمني بقى عن البيئة الفنية اللي حضرتك نشأت فيها. أنا عارفة أن العيلة كلها ما شاء الله صوتكم حلو يعني الصوت الحلو وحب الفنون دي وراثة في كل العائلات السورية. ما فيش أي بيت سوري غير ما يكون فيه آلة موسيقية أو حد بيحب الفن بيهوى الفن بيدندن أو صوت جميل أو طبعا نعم. الوالدة كان صوتها حلو كمان نعم. والوالد عازف كمان، وجدي الله يرحمه كمان كان صوته حلو، إلى جانب أنه كان يعني أستاذ جامعي عنده دكتوراه في القانون، لكن كان صوته جميل وبيعزف على آلة الأكورديون. وعندي كمان يعني أخوالي وعمامي بيعزفوا آلات يعني إلى جانب دراستهم. أنا كمان دارس إلى جانب الفن، لكن نهتم بالفن والثقافة لأنه الفن شيء حضاري شيء جميل يعني. هنا بقى متهيألي ما فيش موقع لسؤال موهبتك بدأت إمتى؟ أنت من البداية أهو البيئة فنية، من بطن العيلة أمي فنية وأنا فنان. لكن بدأوا إمتى في البيت يحسوا إن صوتك حلو؟ أصل ممكن كلكم تحبوا الفن تحبوا تدندنوا، لكن مين اللي اكتشف فيك بقى إن صوتك حلو؟ والله مين اللي اكتشف وهي الحقيقة اللي بالكون. أول شخص بيكون قريب للولد أو للبنت هي الأم. أمي كانت دائما، هلا والدي طيب بيروح على الشغل، كنت طبعا كنت اسمعه بدندن بيعزف، اكتسبت منه الفن
وسمعت وحبيت آلة الكمان، لكن أمي كانت أكثر شيء تحط لي الكاسيتات وكنت أسمع. يعني أنا تأثرت طبعا كنا نسمع التراث والقدود الحلبية والمشحات من الفنان الكبير صباح فخري، وكنت أسمع وأعشق سيدي أم كلثوم، كنت أحفظ لها للسفاكر، كنت أحفظ لها ما تصبرنيش، وكنت أعشق عشق كبير موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب. كنت أحب إجري إجري وديني أو موصلني، وغنيتها وانت عندك سنتين. عندي سنتين وعندي تسجيلات يعني بصوتي بالكاسيت لحد الآن عم بغني. وكنت أحب سيد مكاوي، ملحم بركات، فيروز، وديع الصافي، هالعمالقة كلهم، عبد الحليم حافظ. يعني صحيح أنه أنا الآن مركز شوي على التراث، لكن في الأصل أنا هدول كلهم مدرستي. طبعا قبل ما ننتقل بقى للون اللي برعت فيه وإنك حملت على عاتقك إحياء التراث العربي أو السوري الحلبي الأصيل، وقبل ما نتفرع في الحوار لهذه النقطة، غني لي بقى أو يعني كده دندن لي بالحاجات اللي كنت بتحبها أو تربيت عليها من أغاني سيدة كوكب الشرق أم كلثوم أو عبد الوهاب، تختار لنا إيه؟ اجري 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 وديني أوام وصلني، وصلني أوام وصلني، إذا حبيب الروح مستني، يطير يا رايح خدني معك، هاتلي جناح ونطير وياك، يطير يا رايح خدني معك، هاتلي جناح ونطير وياك، بيت مهني صابح تغني، بيت مهني صابح تغني، طاير مع المحبوب يا هناك، يا ريتني زيك، يا ريتني زيك، متهني اجري 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 وديني اوام وصلني، وصلني اوام وصلني، إذا حبيب الروح مستني. الله ما شاء الله يا أستاذ بدر، الله يخليك، رجعتنا لزمن تاني ولغنى وطرب أصيل مش موجود دلوقتي، عشان كده أنت دايما تقول بتحمل على عاتقك إحياء الطرب العربي الأصيل والقدود الحلبية. قول لي يعني إيه القدود الحلبية؟ والله القدود الحلبية لها تاريخ عريق جدا، وهي من تقريبا من أقدم أنواع الموسيقى العربية بشكل عام، وغنتها السيدة أم كلثوم قبل ما يصير اسمها السيدة أم كلثوم. هي تعلمت منها وتعلمت من الموشحات، والأستاذ عبد الوهاب أيضا تعلم القدود. يعني أكن دي مدرسة لتعليم أو ليكون المطرب أكيد يسير على خطاها في الطرب الأصيل. أكيد، وسأعطيك أمثلة، حتى الأستاذ عبد الحمولي والشيخ سيد درويش كلهم اتعلموا من القدود الحلبية، وبعدين شقوا طريقهم وصاروا يلحنوا ألحان وطوروا الموسيقى العربية. لكن في الأصل كانت الموشحات والقدود الحلبية. شو هو معنى القدود الحلبية؟ القدود الحلبية هي منشأها الحقيقي، يعني طورت في الأندلس، لكن هي كانت قبل، لكن انتشرت و صاروا الناس يعرفوها من عهد الأندلس. وأصل القدود الحلبية اللحن كان موجود. هي بيني وبينك كلمة قدود، ما هو مفردها؟ مفردها قد. قد ما هو القد؟ أنه بتأخذ شيء، قد شيء، دي قد دي، يعني متماثل، شيء متماثل. شيء متماثل. وشو هو التماثل كان بالموسيقى؟ القد كان أصله الكلام صوفي، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو ابتهالات ربانية. فشو عملوا الملحنين؟ شالوا هالكلام وعملوا كلام جديد، ربما غزلي، ربما بغني عن الطبيعة، بغني عن الحب، تنوعت المواضيع. عملوا موضوع تاني، كلام قد الكلام وركب على نفس اللحن،
فأصبح الكلام قد الكلام واللحن قد اللحن. أيوة فهمت. فسميت بالقدود. قدود. وحتى بيني وبينك هي حلب اشتهرت بالقدود وسميت بالقدود الحلبية، لكن ما ننسى أنه حتى مصر عندها قدود، حتى تونس عندها قدود، لكن حلب ركزت كتير على هذا اللون يعني. تمام. يبقى كده عرفنا أن الوالدة هي أول واحدة اكتشفت صوتك الحلو. كلمني بقى عن دور الوالد في حياتك. الوالد هو عازف كمان، هو الموسيقار رامي زيتوني. أيوة. كلمني عن دوره الإنساني والفني في حياة حضرتك. والله والدي الله يطول عمره طبعا بيلعب دور كبير. والدي هو قائد الفرقة الموسيقية والمايسترو اللي بترافقني طبعا في أغلب حفلاتي لما على قدر المستطاع يعني، بمشاركاتي الفنية بالبلدان العربية الشقيقة وحتى بالمغرب. وأنا حبيت آلة الكمان طبعا أكيد منه، أنا ربيت على صوت كمانشتو اللي عايشة معنا لحد الآن. كمانشتو يعني اللي صوتها بيرن بأذني يمكن من سمعتها وأنا من الطفولة، من الطفولة وأنا من بطن أمي يعني، ما شاء الله. فمسألة روحانية يعني. والحمد لله أنا بتمنى أنه يكون راضي عني، لأنه رضا الوالدين شيء مهم بالدنيا يعني. طب إضافة لكون والدك هو أيضا معلمك الأول في مجال الفن ومجال الموسيقى، كان ليه دور في توجيهك أنك تغني لون معين أو أنك يدرب صوتك على نغمات معينة؟ والله بيني وبينك الموهبة أساس كل شيء. إذا ما في موهبة حتى لو أجيب لك أعظم أستاذ بالعالم، إذا ما عندك موهبة وما عندك صوت، ما عندك أنت استعداد أنه تأدي شيء، ما ممكن تنجح. لكن الحمد لله كان في أساس. من بعد هذا أكيد في توجيهات بيقول لك أنه هي ما بتلبق لك، هي بتلبق لك. لكن هو ما فرض علي أبدا أنه غني القدود لا، أو غني أم كلثوم لا. لا حضرتك اللي حبيت اللون ده. يعني بشكل عام يعني ممكن أقول 80% بيقول لي غني اللي بترتاح له، او ممكن اذا غنيت شغله وما عجبته او شاف حس فيها ما لبقت لي بيقول لي هي والله ما تبقى تغنيها. يعني دوره يعني التوجيه والنصيحه. توجيه ونصيحه. وحضرتك كمان قلت لي ان انت ما حبيتش تعيد غناء اغنيات كبار او عمالقه نجوم الطرب في العالم العربي زي ام كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم، لان في كتير غنوا اللون ده. انا قلت لك هذا طبعا. في كتير غنوا اللون ده وما شاء الله ناجحين، فليش انا اجي كمان ازاحمهم؟ فانت خليهم ما شاء الله. خط سكة تانية. وانا بحب اغني، بتمنى اغني، لكن في ناس ما شاء الله محافظين على هذا اللون. اوكي برافو كملوا. تمام. انا بشجعكم. بس بالنسبه للقدود اللي هي اقدم من هذا الشيء، يعني نتمنى انه تستمر وانا عم بحاول اخليها. واعتقد ان المجال اللي ما فيش فيه فنانين كتير هو مجال خاص بليك ان انت تبدع فيه، ما فيهوش فنانين عدد كبير يغنوه. والله شوفي ما من في فنانين، في اصوات جميله. لكن شوفي النجاح هذا عطاء من الله طبعا. انا اتمنى اني اكون عند حسن الظن، حسن ظنكم وحسن ظن الجمهور. طب احنا علشان نشرك الجمهور معنا في حوارنا ده ويعرف هو ايه القدود الحلبيه والموشحات بصوت المطرب بدر رامي، سمعنا كده جزء من هذا اللون الجميل اللي حضرتك برعت فيه. مالك يا حلوه مالك، هو الغرام غير حالك. مالك يا حلوة مالك، هو الغرام غير حالك. فتن وعليك عزالك لما رأوك بجمالك، يعني لما رأوك بجمالك. انت حياتي وروح قلبي، بحبك لكن ايه ذنبي؟ انت حياتي وروح قلبي، يا قلبي بحبك لكن ايه ذنبي؟ لا تحطي قلبك على قلبي، داوي حبيبك بوصالك، يعني داوي حبيبك بوصالك. الله،
ده لون تاني ونغم تاني وطعم تاني، عالم تاني، عالم تاني. ده حقيقي. أكيد. ده حقيقي. لا ليك حضرتك عندك حق، يعني انت عايز تركز في هذا اللون وهذا المجال، لان القدود الحلبيه والموشحات ما فيش كتير بيغطوها ويغنوها على الساحه. وراح اقول لك شيء كمان كتير مهم، طلعت بمقابلات كمان تلفزيونيه، يعني عم بيسالوني في ناس، يعني الجيل الجديد عم بقول لك ايه هي القدود الحلبيه، ما يعني ما بقوا يسمعوا عنها، ما بقوا، لا هي في زمن مضى يمكن ربما من 10 سنين قبل مع يعني العمالقه والاستاذ صباح فخري الله يطولنا عمره ويشافيه، كان له الفضل في استمراره، والا ما والا كانت ماتت. ده حقيقي صح، له فضل كبير في استمرار التراث، ويعني يبتدئ الابناء من حيث ينتهي الاباء. ده حقيقي، ده حقيقي. نحن عم نكمل هذا الطريق، عم بيجي هذا الجديد، الجيل الجديد عم بيقول لك شو هي القدود الحلبيه، يعني كانه نسيوا، ف بظنوا انه بقول لك طرب يعني شيء ثقيل، لا والله ما هو ثقيل، لا خالص، يعني مش يعني متجدد، هي اغاني متجدده يعني، وبعدين وقعها على الاذن وقع سلس وناعم وجميل وطربي، وكلام كمان جميل وطربي، طبعاً يعني طبعاً. كله نابع من القلب واحاسيس وكلام جميل ومحترم، يعني ده حقيقي. فنتمنى انه ينال الاعجاب. حضرتك بقى تحمل رايه هذا الفن وهذا النوع من نعم. الفن وتحيي من جديد. قولي بقى اهم المحطات في حياتك، لان انا عارفه ان حضرتك شاركت في مهرجانات كتير. نعم. ومثلا عندنا هنا في مصر وقفت أكيد. على خشبه مسرح دار الاوبرا المصريه. نعم. في مهرجان الموسيقى العربيه سنه 2015. اكيد. وبتتمنى ان التجربه دي تتكرر تاني باذن الله. اتمنى انه تتكرر لعده مرات ان شاء الله، مش بس مره، لانه فعلا مصر بلد الحضاره وبلد الخير وبلد الفن، وشكرا لانه عم تدعم الفنانين وبتدعم الفن الجميل وبتدعم الكلمه الراقيه واللحن الجميل، وشكرا لحسن الاستقبال. يعني اشكرك اشكرك. نحن بنعتبر نفسنا بين اهلنا وبلدنا، يعني كلك ذوق. انا عايز اعرف استقبال جمهور دار الاوبرا، الجمهور اللي كان حاضر بيسمع منك هذا اللون الجميل من الموشحات والقدود الحلبيه في مهرجان الموسيقى العربيه من سنتين، رد فعلهم كان ايه؟ والله الحمد لله كان رد فعل جميل جدا، وهذا الشيء يعني لو فيكم كمان تسألون هو جمهور المشاهدين هو اللي حيعرف بقى. أنا بتمنى أني أكون عند حسن ظنهم وحسن ظنكم جميعا، لكن الحمد لله كان حفل جميل جدا وناجح. المحطات الأخرى بقى في حياتك، أنا عارفة أني حضرتك شاركت في مهرجان موازين. مهرجان موازين. أيوة. الدولي طبعا بالرباط، غنيت بمهرجان الموسيقى الروحية الدولي بفاس، كمان غنيت بدار الأوبرا السلطانية بمسقط بسلطنة عمان. سلطنة كمان عمان. سنة 2017 السنة اللي فاتت. وعندهم ده من أكبر دور الأوبرا كمان، يعني في مسقط، إلى جانب في مدينة مسقط إلى جانب في عمان، دار الأوبرا الحبيبة بمصر الحبيبة. استقبال الجمهور العماني، الجمهور الخليجي، والله لنوع الفن اللي حضرتك بتقدمه. والله أنا راح أحكي وأتكلم بكل صراحة، اتفضل. الحمد لله الأصداء كانت جدا جدا ممتازة، ولما اجوا عندي من بعد الجمهور والصحفيين والاعلاميين قالوا لي يعني احبائنا واشقائنا الجمهور العماني يعني قلما تراهم متفاعلين متفاعلين، يعني الحمد لله قالوا لي انه يعني انت قدرت انك تحيي الجو يعني شوي. فالحمد لله يعني انا كنت كثير سعيد بهالملاحظه او هالشهاده. طب غني لنا كده موال من اللي غنيته في اوبرا مسقط في عمان. نعم. سرى طيف من هو فارقني، والحب يعترض اللذات بالالم. نعم. سرى طيف من هو فارقني، والحب يعترض اللذات بالألم. نعم. 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 سرى طيف من هو فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. نعم. سرى طيف من هو فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم.
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالمي. يا ساكنين بقلبي يا ساكنين بقلبي لا 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 عدمت لكم معنى لطيفا سرى معناه ضمن دمي وعرفوني فروحي في معارجنا بذكركم كم يداوى في الهوى سقمي. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرق لذكر البان والعالم لذكر البان والعالم. الله الله الله، كيف الله لا يتفاعل ولا ينفعل الجمهور العماني أو الجمهور الخليجي بشكل عام مع هذا اللون الراقي من الغناء؟ هل عشان كده أطلق عليك، نقول إيه بقى، أطلقوا عليك عدة ألقاب، سلطان القدود الحلبية وملك الطرب الأصيل، لأن غنيت في كل جزء من أجزاء الوطن العربي، غنيت في الخليج، غنيت في الجزائر، غنيت في مصر، غنيت في المغرب وغيرها كتير. الألقاب دي بتعني لك إيه؟ والله الألقاب دي كلها يعني زي ما بنقول أنا لست مسؤول عنها، ده الجمهور والصحافة الحبايبنا اللي بنشكرهم على هالألقاب. لكن أنا بيني وبينك بفضل أنادى باسمي بدر بصراحة، بدر رامي. الفنان يعني بدر يعني بكفيني هذا الاسم. بس حضرتك عارف أن أنت شكراً بتقدم شكراً. بتقدم نوع من الفن نادر شوية، نادر شوية، ولكن أنا دائما بقول هالكلمة، أنا بتمنى أني أكون عند حسن الظن. لو هن شاءوا يلقبوني باسم معين فشكرا لهم، هذا من لطفهم وكرمهم. لكن انا بتمنى اني استحق اذا لقبت بشي لقب انه استحقه لهذا اللقب، مع ذلك افضل ان انادى باسمي. يعني هو من ضمن برضو الاماكن اللي حضرتك غنيت فيها، غنيت في معهد العالم العربي في باريس، في باريس نعم، وغنيت كمان باوبرا ليل بفرنسا كمان سنه 2015 نعم. والحمد لله كان يعني جمهور مقبل يعني بكثافة عرب. بشوفي بباريس كان في عرب كتير يعني تقريبا يعني 90% عرب من جنسيات مختلفة، يعني كان في سوريين، لبنانيين، مصريين، توانسة، مغاربة يعني. لكن بليل نصهم كانوا فرنسيين، والحمد لله يعني حتى الفرنسيين بالاخير عشان انا بتكلم فرنسي كمان يعني طبعا قالوا لي يعني انه نحن ما كنا عم نفهم شو عم بتقول، طبعا ما بنفهم عربي، لكن كنا حاسين انك عم بتغني شيء عظيم، شيء يعبر عن الحب، شيء يعبر عن السلام، حسوا فيه يعني ربما يعني ما هو الفن لا وطن له، بينفعل معاه كل شعوب الارض اكيد يعني. هو لو كان الكون لغته هو الفن والموسيقى كنا بألف خير. ده حقيقي ده حقيقي. الفنان السوري الأصل المغربي المولد والنشأة بدر رامي، عايزة أعرف أحلامك إيه؟ والله أحلامي أنه العالم كله يكون بسلام وبأمن ومستقر، وأحلامي كمان أنه بلدنا الحبيب مصر يكون دائما متقدم وفي تقدم مستمر إن شاء الله، ولبلدنا الحبيب المغرب وبلدنا الحبيب سوريا والوطن العربي كله ينعم في أمن وأمان واستقرار. هذا بصفة عامة. بشكل خاص فنيا بتمنى أنه رسالتي الفنية توصل وتفضل ماشية يعني بطريق صحيح، وبتمنى أنه حتى إحساسي الفني، لأنه أنا بصراحة عم بغني من أجل الفن، ما عم بغني من أجل شيء تاني. أنا شوفي الحمد لله مثلي مثل أي مطرب بيغني في له اجر طبعا، هذا الشيء يعني متعارف عليه. لكن انا اغني من اجل الفن اكثر من اي شيء ثاني، وبدي اعطيكي دليل على هذا. انا بتجيني عروض كثيره لكن ما باخذش اي عرض. انا بالنسبه لي لو اعمل حفلين او ثلاثه او مهرجانين او ثلاثه في السنه كلها كويسين
فن راقي جميل بالفرقة الموسيقية بشكل حلو، بنقدم هذا الفن بشكل جميل، أحسن لي من 30-40 سهرة وما راح أقدمه بالشكل لأنه بيرضيك ويشبعك فنيا. أول شيء أنا بحب أرضي نفسي لأرضي الناس. كيف بدك الناس تحس فيك إذا أنت مو حاسس بالشي اللي أنت عم بتأدي وبالشي اللي أنت راضي عنه يعني؟ فأنا لازم أكون صادق مع نفسي لأكون صادق مع الناس. ده حقيقي يعني. في نهاية حوارنا أنا عارفة أن دي مش أول زيارة ليك في مصر، قبل كده أنت حضرت مهرجان الموسيقى العربية سنة 2015. عايز أعرف انطباعك بشكل عام إيه عن مصر؟ مصر بلد جميلة جدا، دي أم الدنيا يا حبيبتي. دي أمنا كلنا، وإحنا منحب مصر ومنحب شعب مصر، هذا الشعب الطيب، الشعب الحر طبعا، الأصل الطيب. مصر بلد ثقافة، بلد حضارة. أنا بتمنى لأنه دائما ضل في تقدم وضل في عز، وتحيا مصر. في نهاية حوارنا بنتمنى لك التوفيق في مسيرتك الفنية الجميلة، وفي هذا اللون من الغناء النادر الوجود، واللي حنجرتك الذهبية الجميلة هي واصلة لقلوب كل المشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي. تحيا مصر وتحيا كل البلدان العربية. بدر رامي يحبكم ويحييكم. مشاهدينا وبكده وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اللي كانت مع فنان سوري أصيل، هو الفنان بدر رامي اللي حمل على عاتقه إحياء الطرب الحلبي والقدود الحلبية والموشحات. انتظرونا في حلقات أخرى قادمة مع ضيف جديد وبرنامجكم النادي العربي.